زفوا العروس زفوها وعلى الوريد مشوها زفوا العروس زفوها وعلى الوريد مشوها وعريسة شيخ الشباب هنوها فيه هنوها من سهرة عائلية للفرح تحول تقليد الأعراس بلبنان إلى ما يشبه الاحتفال غابت عنه التقاليد الشعبية وحلت محلها العادات الأجنبية من زمان كانوا يتجمعوا بعفوية ويعملوا سهرة هن يساعدوا بعضهم بالأكل فقد تكلمت لها اليوم لا أبدا كان كل شيء هيك على البركة وعلى البساطة وترضى البنت قلت لك خي مبسوطة دبكة وما بعرف شو يعملوها بالبيت الأهالي كانوا يعملوا كل شيء بالبيت حلويات وما بعرف شو هيك الأكل بس هلا كله مطاعم صار كل واحد بدهم يعملوا الماكسيموم لحتى يفرجوا حالهم بالمجتمع انه هنن وبجوز هنن يعني يكون متوخزني مدين عم بيتدينوا تيعملوا عالم صارت عم تركض بس المناظر مش عم تركض لا للعرس ولا لمعنى الزواج ولا لشيء كرمال بس تشوف حالك الباتشولر بارتي واحدة من متطلبات الأعراس الحديثة لم تتطور عن سهرة النسوان اللي كانت تقام بالماضي لوداع العروس بل استقدمت من وراء البحار ببهرجتها وفرفشتها وطقوسها وحولت على الطريقة اللبنانية وادخل عليها اختيار أجمل الأماكن وأغلى الأطباق وآخر صرخات الإكسسوارات أكثر شيء درجة الباتشولر توديع العزوبية لأمامة الحمد لله الصبايا كلهم بيكونوا مثل أختين تام معين وهيدا التام بيلتزموا كلهم فيه لايك لبس معين نفس الألوان هيك هي سلبة تقطع يعني نتجوز سوا حنعمل باتشلر سوا أنا وياها مع 60-70 رجال لا عم بمزح إنه كتير بيعطوه أهمية آخر فترة فخفخة وهيك بطل شيء إنه توديع عزوبية صار كتير صار شوف الباتشلر ودخولية حسب المطعم اللي عاملينه عندك لدخولية وبيجي على العرس الفستان مع تياب مع الليز دو مارياج حسب المعزيم والمطعم اللي عاملينه عندك من 30,000 طلوع الأعراس الحديثة مع كل متطلباتها من تحضيرات أصبحت قطاع اقتصادي قائم بحد ذاته وأصبح يوجد له مؤسسات تجارية متخصصة تهتم بكل التفاصيل بول نصر أحد منظمي الأعراس بيعتبر أنه هالقطاع هو جزء أساسي من السياحة بلبنان ومورد مالي يعتمد عليه بتكون بكل الأوقات هي صناعة أول شيء صناعة بتشغل كثير ناس عم تاخد انت عم يكبر كتير المرياج مرات عم تبلش بإيفنمون صغير مثل ما قلت عم تشغل لوكيشن عم تجيب ناس من برا عم تشغل اوتيل عم تشغل مطعم عم تشغل اي ريزورت عم تقدر تستعمله وعم ترجع اخر شيء لانه عم تكبر هالايفنمون كبير على طول صار بدك حدا تو هاندل هالشيء صار اليوم في عندك كومبيتيشن هالكومبيتيشن هي بالكرييشن بالديزاين هون كمان عم يكبر البروجي كثير قد ما عم يكبر البروجي قد ما كمان عم تفيد كثير بلدك عم تفيد كثير ناس وعم تكون مرات كل انسان فيك تعطيه اي شيء بده اياه صارت اليوم هي ماركت كثير كبيره صارت هي بتلعب دور بالاقتصاد الأعراس الحديثة بيوضع الكتار من علم الاجتماع بإطار حب المظاهر وهي عم تركز على الشكل على حساب المضمون وهو نقطة التحول الخطيرة اللي عم تشهدها مجتمعاتنا الحديثة لك دلك شغل اليوم الواحد بده يتجوز إذا مش مقتنع بشخصين أو عمل سهرة بمليون دولار ما رح ينبسط وإذا كان مقتنع الشاب والصبي بده يتجوزوا لو عملوا سهرة بين بعضهم بتكون أجمل سهرة بكل شيء